أهلا وسهلا بكم من عروس المتوسط بلد الرومان صاحبة التاريخ العريق الذي ما زال واقف إلى يومنا هذا من إيطاليا. سنتعرف وياكم على أسرار هذا البلد الجميل. بسم الله وعلى بركة الله. ثالث أكبر مدينة في إيطاليا، المدينة المميزة المطلة على البحر المتوسط من نابولي، أو كما تسمى سابقاً بمملكة نابولي. قد تكون هذه المدينة مميزة جميلة فوق اليابسة، ولكنها أيضاً لديها أسرار تحت الأرض. الجدير بالذكر أعزائي المشاهدين بأن الأعلام والرايات العثمانية يوماً من الأيام كانت ترفرف في هذه المدينة. عندما نصل إلى نابولي يجب علينا أن نتوقف أمام التاريخ التي شهدته هذه المملكة، مملكة نابولي. أنا أقف أمام أحد حصون هذه المدينة، لكن سنعود للتاريخ لنتحدث عن فتح القسطنطينية وسابع سلاطين الدولة العثمانية، عن التلميذ الذي تعلم بالعصا ليفهم أن المرحلة التي كان فيها بحاجة إلى رجال، عن الشجاع الذي بشر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتفتحن القسطنطينية في النعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وعمره لم يتجاوز عمر 20 سنة. آخر قصص وفتوحات محمد الفاتح أنه أرسل جيش قوامه 20,000 مقاتل و 128 سفينة. قاد السلطان حملة إلى إيطاليا، حيث أرسل الجيش إلى إيطاليا وتحديداً معركة أوترانتو التي انتصر فيها المسلمين تمهيداً لدخول روما. ولكن هنا حصلت الخيانة عندما قام طبيبه يعقوب من الأصول غير العربية بتسميمه وقتله لإيقاف حملة دخول إيطاليا وفتح روما، وترجع حاميات أوترانتو وينتهي حلم دخول إيطاليا مجدداً. التاريخ مليء بالقصص والعبر، فهناك أشخاص غيروا التاريخ، لا يمكن إلا أن نتحدث عن قصصهم وبطولاتهم. من القصص المثيرة عن محمد الفاتح أن والده السلطان مراد ترك له الحكم وكان عمره لا يتجاوز 15 سنة، فانتشر الخبر وكثرت الأطماع والإشاعات والفتن، وكان السلطان محمد الثاني قد كتب إلى والده يطلب منه العودة ليتربع على عرش السلطة تحسباً لوقوع معركة مع المجر.
إلا أن السلطان مراد رفض هذا الطلب، فرد عليه محمد الفاتح الرد الشهير: إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورئاسة دولتك، وإن كنت أنا السلطان فأني أمرك أن تعود. ما أعظمك أيها التاريخ، وما أعظمك أيها السلطان محمد الفاتح. هذه غرفة العمليات اللي يتم خلالها مراقبة أحد أخطر البراكين في أوروبا والعالم بأسره. يشتغل في هذه الغرفة حوالي 100 شخص على مدار الساعة لمراقبة هذا البركان، لأن هذا البركان يعيش في محيطه حوالي 1.5 مليون شخص. بركان خطر جداً ويتوقعون انفجاره في أي لحظة. دعونا وياكم نتعرف على تفاصيل هذا البركان أكثر. هلو أليساندرو. أليساندرو، نايس تو ميت يو. أليساندرو عالم وباحث في شؤون هذا البركان، اشتغل في هذا المكان لأكثر من 20 سنة بمراقبة هذا البركان، وأفضل واحد جاوب على أسئلتنا. Tell me about the behavior of this volcano. This is an explosive volcano, which was very dangerous in the past. So one famous eruption is that of Pompeii, which destroyed the whole city of Pompeii. Just 8 kilometers far from the volcano. I'm ready to see the volcano. Yes, we are ready. Yes. Go on the top of the Vesuvius. Of course. Okay. نحن بالقرب من فوهة بركان فيزوفيوس، ونحن الآن على ارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر، وسبحان من جعل الجبال أوتادا. سبحان الله، فعلا مكان بديع، فيه هيبة هذا البركان. أول مناسبة، هذا البركان ثار في الحرب العالمية الثانية، عندما كانت تقصف مدينة نابولي من قبل الأمريكان، ثار هذا البركان في سنة 1944. What's your preparation in a case like this case? In case of Vesuvius, we have a huge monitoring networks which is composed by seismometers, geochemical sensors, and also sensors to record the deformation of the ground. So we can anticipate the forecast of the eruption of about a few days, and so we can communicate with the civil protection for an evacuation of people around the volcano. It destroyed a lot of things in 1944, and then before 1944 we have Pompeii, destroyed the entire civilization. Is it healthy for the ecosystem of the world? Okay, there are two different aspects. One is that during an explosive eruption you have a lot of minerals in the ash, and this enriches the soil just around the volcano, and so plants can grow very, very fast. Another aspect that is related to huge eruption is the emission of ash and particles, very small particles of magma in the atmosphere, and this can produce a kind of a shield in respect to the sun. Subhanallah. البعض يعتقد بأن ثوران البراكين يؤثر بشكل كبير على الاحتباس الحراري وعلى الأرض وعلى المناطق المحيطة فيها، ولكن هذا عكسه تماماً، فهو جداً مفيد لحركة الأرض
والطبيعة المحيطة في هذه البراكين. I see a lot of smoke here and that's an evidence this is an active volcano. But I don't see magma around here as I have seen it in Hawaii, I have seen it in Ethiopia, but why I don't see it here? Okay, because this is a quiescent volcano. It means that there are no eruption at the moment, but the magma exists at a certain depth. In this case, possibly at Vesuvius, we have a large magma reservoir at a depth between 8 and 10 kilometers. This magma is a source of heat, and this heat is transmitted to the surface by fluids. And so what we can see now, the fumaroles, are the evidence of heat contained in rocks at depth of few kilometers. ولله في خلقه شؤون. عندما ثار هذا البركان سبب دمار للمنطقة المحيطة وشعروا بالذعر في ذلك الوقت. ولكن أذكركم بآية الله سبحانه وتعالى عندما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا له من يوم عظيم. اكتشفنا البركان من على ارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر. دعونا وياكم نكتشف ما هو تحت الأرض في هذه المنطقة. Thank you very much. You're Thank welcome. You for your time. Thank you. في القرن السادس عشر تعرضت روما إلى حصار، فلجأ أهل المدينة إلى تأمين الماء والغذاء، فلذلك نحن نقف اليوم أمام هذا البئر الذي يعتبر اليوم تحفة معمارية. وذكرت مقولة نيكولو ميكيافيلي عندما قال لا إنجاز من دون الشعور بالخطر، فأنجزوا عندما أمنوا الماء والغذاء. لنتعرف وياكم إلى هذه التحفة المعمارية. Hello, Ali. Nice to meet you, and welcome to the well of St. Patrick. This is one of the most important monument of the city, and here we are. We can see. MashaAllah! Wow. And here we have 72 windows with lighting the interior of the well, and here under we have the water. We have a constant level of water because here. Under we have a natural spring, the spring of San Zeno, and so from there the well take the water. So tell me about the engineering here. One of the most problem of the city was the water, because here in Orvieto we are on the top of a hill, and so they need to take water. And with this well they take the water from the spring. And is the particular architecture that we have here in this well, because we have two different staircases and are organized into a double helix staircases. ففعلا المكان اللي احنا فيه هندسه معماريه متكامله. تخيلوا ان المكان اللي احنا فيه هو عباره عن شكل اسطوانه او سلندر. هذا الدرج هو درج للنزول فقط، وهناك درج مشابه له تماما فوقنا للصعود فقط. هندسه معماريه في القرن 16. عندما نرى القرن 16 عصر النهضة، فكان هذا العصر مليء بالإنجازات الفنية والسياسية والنظريات والفلسفة وحتى الهندسة والعمران اللي احنا نشوفه اليوم. تخيلوا هذا المكان مبني في القرن السادس عشر، تحفة معمارية بكل مواصفاتها. والغرض من بناء الدرج المختلف هو حتى لا تعيق حركة النزول والصعود عندما يستخدم هذا البئر. Incredible, huh? How many steps? 248 steps on each staircase. Here we have a constant level of water, the same level of water. How did they discover at that time, before almost 600 years, that there is a spring underneath them?
because in Orvieto the water was one of the most important problems. So they know where in under the city there were the river and the spring, the natural spring from take to take the water. And from the Etruscan period, they knew where there were the spring. Thank you very much for your time. You're welcome. It's a pleasure. A new experience for me. Thank you too. وهذا أيضا أعزائي المشاهدين درس تعلمته بشكل كبير بأن الحضارات التي بقيت لسنوات وقرون عديدة هي الحضارات التي قرأت المستقبل بتمعن، التي استعدت له، تفوقوا في العمران، تفوقوا في الفنون وأيضا النظريات السياسية والكثير. أيضا نرى هذه التحفة المعمارية اليوم بعض المقاولين نكتشف أن هناك أخطاء في البنيان اللي بناه وإحنا في القرن 21، فتخيلوا هذه التحفة المعمارية اللي بنيت منذ 600 سنة وها نحن نقف داخلها، بنيت بكل احترافية لكي تضمن بقاء الدولة هذه في ذلك الوقت. أعزائي المشاهدين عن جمال إيطاليا، عن بحيرات الخلابة والمناطق والقرى اللي تحوطها الجبال والأشجار والبحر المتوسط هنا في نابولي، ولكن أيضا لديها جمال تحت الأرض. ها نحن نقف بالقرب من نفق بني في القرن 19 من قبل فرديناند الثاني، ولكنه أيضا خدم أغراض مهمة في التاريخ الإيطالي. دعونا وياكم نتعرف عليه. Buongiorno. How are you? I'm fine. You? I'm good. Thank you for Welcome. Having us. Thank Welcome. You very much. So, since when did they build this place? This place was built between 1853 and 1859 by Neapolitan workers. Elena, according to my research, I heard it was a reserve for water even before then, right? Exactly. So basically, this tunnel was built in a time when down here there used to be also the water tanks. So the places where people back then used to store the potable water. Wow, this is amazing. I wasn't expecting to see cars here, Alina. Yes, there are many cars here, motorcycles, because the local police used this tunnel between the 50s as a parking lot. So all the cars in here have been impounded. You know, they were used for something illegal. كما نرى أعزائي المشاهدين هذه السيارات الموجودة هنا. تم حجزها، يعني مثل ما نقول هذا كان شبك السيارات في نهاية الأربعينيات والخمسينيات إلى الستينيات. مثل ما نشوف هذه السيارة تم سحبها وحجزها في هذا المكان بسبب أعمال غير قانونية مثل تهريب الدخان وتعديل مكينة السيارة وأيضا الدراجات النارية والهوائية المسروقة اللي يشوفونها من هذا المكان. وبمناسبة أن لقوا بعض السيارات الأثرية اللي كانت موجودة هنا اللي يرجع عمرها 50 إلى 60 سنة وحافظوا عليها إلى يومنا هذا. So and they see some arts here like yes. this one. Yes, because this monument was built during the 30s, so the time of Mussolini, the government of World War II. And as this place was also used as an illegal dump for years, we found many pieces of marble down here belonging to this huge monument. وأيضا نرى هنا بعض المنحوتات المميزة والأعمال الفنية مثل هذه القطعة اللي نشوفها تم تصميمها ونحتها في الثلاثينيات لأنها تمثل رمز الفاشية، تم وضعها في هذا المكان. A lot of secrets here. Yes. كما نرى كبر الأبواب، حيث أن فرديناند الثاني عندما صمم هذا المكان كان خايف من ثوار صقلية أي سيسلي اليوم ومن ثوار نابولي، فصمم هذا المكان لكي ينتقل من المدينة وقلب المدينة إلى قصره. This is nice. Elena, this is very interesting, but I see the cars are not in a good shape here. Why? Well, they've been here for 70 years, and down here it's really humid. There's the 91% of humidity that damaged these cars for so many years. They have been found in 2005, and since that day, we're trying to take care about all these cars. وحدثناكم أيضا أن هذا المكان استخدموه اللاجئين أثناء الحرب، وفي حال قصف المنطقة المحيطة بهذا النفق يتم انذارهم من خلال هذا الجهاز.
والمثير أنه إلى يومنا هذا يعمل. تخيلوا أن هذا الصوت كان أبشع صوت يسمعونه في ذلك الوقت. It's really, this place really take me to the World War II and many other wars that this place has witnessed. Lena, this place is endless. Wow, I wasn't expecting to see water here. Tell me about this place. You have water here and they did use this water in the 19th century? People, as you can tell, used to use buckets like those to bring the water upstairs, and they could have just a glass of water. But in 1884, this aqueduct was closed. It was not as safe to healthy to store the water in here, and there was a new kind of aqueduct. This place was abandoned, and during World War II was modified a bit by the Italian soldiers to host the people escaping from the bombings. إذن استخدم هذا المكان لعدة أغراض. منذ القرن الخامس عشر كان مخزن المياه مثل ما نشوف، وفي القرن التسعتاشر استخدم كمهرب للملك فرديناند الثاني، وفي القرن العشرين استخدم كملجأ للهرب من الحرب العالمية الثانية. I love this place. It's endless, Alina. It's endless. So I believe this is the end here. Yes, this is the end of the Bourbon Tunnel. You can see the light over there. It's just 100 meters away from the Royal Palace. Alina, where is the shelter for the refugees here? The bomb shelter just over here. If you wish, I can show you. تخيلوا آلاف الأشخاص كانوا في هذا المكان وخذوا هذا المكان كمكان ملجأ من القصف اللي كان يحدث في الأربعينيات ونهاية الثلاثينيات. ونرى خلفي هذا عبارة عن مستشفى مصغر يخدم آلاف الأشخاص اللي كانوا في هذا المكان. ولا أخفي عليكم أعزائي المشاهدين بأن نحن صار لنا عدة ساعات في هذا المكان، وبعض أعضاء الفريق بدأ يبين عليه التعب. تخيلوا أن ناس كانت تقعد في هذا المكان آلاف الأشخاص أشهر، يطبخون فيه، يتعالجون، وينامون فيه، واحيانا يموتون فيه ايضا. هذا حدث في الاربعينيات، ولكن اذكركم واذكر نفسي ان هذا ما زال يحدث الى يومنا هذا. هناك ناس مليئه بالرعب والذعر، خوفا من القصف، خوفا من الموت، هربا من الحروب تحدث الان وانتم تشاهدوني في هذه اللحظه، يطلبون منا الدعاء. فهذا الذي حدث في الاربعينيات لا زال يحدث في دول عربيه وفي مناطق ايضا من العالم. Thank you. I really appreciate your time. إذن أعزائي المشاهدين، هذا كان ختام لحلقتنا اليوم. نتمنى أن كنتم استمتعتم معنا. نراكم بخير بحلقة مميزة. مملكة نابولي تضاهي مملكة فينيسيا في روعة الغموض. أسرار ظاهرها الواقف على حافة البحر غير أسرار داخلها المختبئ تحت 1200 متر تحت سطحه. بركان فيزوف، ذلك الانفجار النائم منذ الحرب العالمية الثانية، ويسهر العلماء الإيطاليون على غفوته التي يمكن أن تكون مؤقتة ليفتك بعدها بالبشر والشجر. ولا تكتفي مملكة نابولي بهذا السر، بل تخفي نفقها الحصين الذي لجأ إليه فرديناند الثاني، كما لجأت إليه العربات المسروقة وتماثيل الفن الإيطالي والخائفون من صفارات إنذار الغارات الوشيكة.